اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من السنه الاخباريه، البرنامج اليوم اللي يطلع عليكم من الاحد الى الخميس. معي انا عزام العبيد، واولى المحطات كالمعتاد هي اخبار البلد. العنوان الأول معنا لهذا اليوم مشاهدينا الأعزاء هو برعاية نائب الملك، جامعة الإمام تدشن حملة دماؤنا فداء للوطن، ومعنا هذا التقرير فلنشاهده ثم نسلط الضوء على هذه الحملة. برعاية نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، تأتي هذه المبادرة دماؤنا فداء للوطن من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ممثلة في عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، تجسيدا للترابط بين أبناء الوطن وإيمانا بالواجب الشرعي والوطني على الجامعات ومنسوبيها للوقوف مع أبطال الوطن وجنوده، ونصرة للمرابطين من جنود الوطن في معركتهم ضد الأعداء، وتأكيدا على الدور الوطني والمتكامل بين التعليم والقطاعات الحكومية التي تعمل من أجل رجال الوطن الذائدين عن أمنه وحدوده، كوزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني ووزارة الصحة وأمانة منطقة الرياض، وذلك في أغلب المناطق الإدارية في مملكتنا الغالية: الرياض، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، القصيم، المنطقة الشرقية، عسير، تبوك، الحدود الشمالية، جازان، نجران، الباحة. حفظ الله للوطن عقيدته وقيادته وأبناءه، وأمدهم بالمزيد من الرخاء والأمن والنصر والازدهار. مشاهدينا الأعزاء، التعليق على هذا الموضوع وعلى هذه الحملة، يسرنا أن نرحب بالأستاذ عبد الرحمن اليوسف مدير مركز الاتصال والتواصل الاجتماعي في عمادة التعليم الإلكتروني في جامعة الإمام. حياك الله أستاذ عبد الرحمن. الله يحييك، حياك الله. اهلا وسهلا، حياك الله. استاذ عبد الرحمن، نتكلم اليوم عن هذه الحمله دماؤنا فداء الوطن، لو تطلعنا عليها وتعطينا تفاصيل عنها. اول السلام الرحيم، نشكر قناه الاخباريه على الاستضافه وعلى اهتمامهم في جميع الاعمال التي تقدم وتساهم في خدمه الوطن وابناء الوطن. اولا، حظيت جامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه بشرف الرعايه الكريمه من لدن سيدي نائب خادم الحرمين الشريفين محمد بن سلمان بن العزيز حفظه الله، برعاية حفل تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين بعملية عاصفة الحزم وعدة العمل. كان الحفل الحمد لله ناجح بكل المقاييس. كان الحفل بحضور وتشريف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير. الحمد لله ظهرت أمس إحدى المبادرات الوطنية التي تقدمها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بقيادة معالي مديرها الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بن خيل، وبمتابعة مباشرة من سعادة عميد التعلم الإلكتروني التعليم عن بعد الأستاذ الدكتور عبد العزيز العامر. حظيت عمادة التعلم الإلكتروني التعليم عن بعد بفخر وشرف رعاية سيدي نائب خادم الحرمين الشريفين أولى الفعاليات والمناسبات الوطنية التي تقام لهذا الجنود من بعد توليه منصب ولاية العهد. الحمد لله كان أبناء الوطن الجنود في الحد الجنوبي يدافعون رباط جهاد ورباط علم. اليوم جامعة الإمام تحتفي بهم لكونهم لم يستطيعوا الحضور لاحتفاء الجامعة. أصرت جامعة الإمام أن تكرم هؤلاء الجنود بكل ما لديها من قوة، بكل ما لديها من علم، بكل ما لديها من عتاد، لتذلل لهم كل التعب، لتسهم معهم ومع ذويهم بخدمة الوطن وخدمة هذه القيادة الرشيدة التي وفرت وذلت كل التعب. اليوم جامعة الإمام تستغل هذه المناسبة وهذه البادرة العظيمة بهذه الرعاية الكريمة من لدن سيد نائب خادم الحرمين الشريفين، بالتزامن مع الحفل بتدشين بادرة دماؤنا فداء للوطن. الجميع يريد أن يشارك ويقدم ويسهم بخدمة هذا الأرض العظيمة، بخدمة هذا المقدسات العظيمة، بخدمة هذا الوطن الكبير. بادرة دماؤنا فداء للوطن هي تقام بالتعاون مع وزارة الدفاع، بالتعاون مع وزارة الحرس، بالتعاون مع وزارة الصحة، كذلك بالتعاون مع أمانة منطقة الرياض. اليوم الحمد لله لك يا رب 15 مكان بدأ استقبال أبناء الوطن، كذلك المقيمين حضروا بشكل مكثف للدفاع عن المساهمة بدعم الجنود. الجنود الحمد لله بخير، وفرت لهم الدولة كل الإمكانات
سهلت لهم كل الصعاب. اليوم جامعة الإمام تريد أن تؤكد للجميع أنها مؤسسة تعليمية رائدة بكل ما لديها. اليوم الحمد لله نشهد بادرة دماؤنا فداء للوطن، ونشهد التفاعل الكبير، نشهد أصداء كبيرة جدا وحضور كبير على مستوى عالي من قطاعات الصحة، كذلك قطاعات وزارة الدفاع ووزارة الحرس الوطني. البادرة باختصار كانت الهدف منها أن نشارك الجنود مشاعرهم، هم يبدون عن الوطن في الحدود، ونحن سندود عليهم بكل ما نملك وكل ما لدينا من عدة أو عتاد بإذن الله. أستاذ عبد الرحمن، نحن نشكرك حقيقة على التواصل معنا اليوم وعلى المعلومات اللي قدمتها، وكذلك نشكركم في جامعة الإمام على هذه المبادرة الغير مستغربة. فدائما ننتظر من المؤسسات التعليمية أن تقدم مبادرات أكثر لخدمة المجتمع، فهي ليست فقط للتعليم أو البحث العلمي، وكلنا نعرف بأن هي عبارة عن مثلث. أنتم أكملتم الأضلاع الثلاثة، فشكرا لكم حقيقة. العنوان الثاني معنا مشاهدينا الأعزاء في فقرة أخبار البلد هو مبادرة نحن الرؤية، وهذه المبادرة طبعا أطلقت بمناسبة اليوم العالمي للشباب. نشاهد هذه المادة القصيرة ونعود. مشاهدينا، للتعليق على هذه المبادرة يسرني أن أرحب بالأستاذ محمد العسير الرئيس التنفيذي لمركز الملك سلمان للشباب. أستاذ محمد مساء الخير. أستاذ محمد أمسيك بالخير، حياك الله. الله يسلمكم، حياكم الله جميعا، أهلا وسهلا فيكم أخي الكريم. بداية أنا أبارك لك المنصب، فأنت إن شاء الله بإذن الله الشخص المناسب في المكان المناسب. الله يسلمكم ويجعلنا عند حسن الثقة إن شاء الله. نتكلم اليوم عن مبادرة نحن الرؤية، وكانت طبعا هذه المبادرة بمناسبة اليوم العالمي للشباب. لو تطلعنا على المبادرة هذه أكثر أستاذ محمد. في الحقيقة المبادرة نبعت من الوجود رغبة حقيقية من مركز الملك سلمان ليكون الشباب السعودي مشارك وبفعالية في اليوم العالمي للشباب. جميل. نحن جزء من العالم والعالم جزء مننا. صحيح. ودورنا كبير كشباب في الإسهام في الاقتصاد، الإسهام في التنمية، والإسهام في تعزيز نظرة العالم إلى الشاب السعودي والشابة السعودية. الرؤية هي أحد أهم النقاط التي تهم الشباب هذه الأيام، هي جزء من مستقبلهم، جزء من حاضرهم، وبالتالي كان الهدف حقيقة أن يكون الحديث عن الرؤية بطريقة مبتكرة وذات جانب إبداعي فني، أحد المحاور اللي نتحدث عنها في اليوم العالمي للشباب. جميل. أستاذ محمد، يعني خليني أسألك سؤال، يعني بمناسبة أنه أنت الآن معنا عبر الهاتف. المركز الملك سلمان للشباب، أنت يعني ذكرت نقطة مهمة جدا، الرؤية يعني هي وضعت للوطن وللشباب حقيقة، ودائما ما نعرف بأنه 60% من المجتمع السعودي هم من الشباب. ماذا سيقدم مركز الملك سلمان في القريب العاجل للشباب؟ لأنه دائما أنتم ما شاء الله تبارك الله في المركز يعني شغالين بشكل جيد ومتميز، ولكن نطمع ونطمح للمزيد أكيد. فلو تطلعنا على بعض المبادرات أو بعض الخطط اللي أنتم الآن شغالين عليها. في الحقيقة مهما قدمنا للشباب نظل المقصرين، ونحن جزء من الشباب، ونعتقد أننا نحمل هموم الشباب وهي هموم عشناها جميعا في بلدنا. أولا ما نريد أن نصل إليه هو فهم عميق وصحيح للشباب. الكثير يتحدث عن الشباب في المملكة، ولكن لا يوجد لدينا حقيقة أبحاث أو دراسات صحيحة نستطيع من خلالها استطلاع آراء الشباب وفهم وجهاتهم فيما يتعلق بكثير من الأمور المطروحة. جميل. إذا استطعنا أن نصل إلى فهم جيد وعميق للشباب، قد نستطيع ومن خلال الشراكة العميقة مع الشباب أن نصمم برامج يرونها هم بأعينهم كبرامج تعبر عن آرائهم وطموحاتهم في المملكة. نفكر في كثير من الجوانب المتعلقة أيضا أن يكون مركز الملك سلمان هو نقطة انطلاق لكثير. جميل. من القضايا التي تهم الشباب. كون مركز الملك سلمان للشباب يهتم بقضايا الشباب على مدى 24 ساعة في اليوم، أكثر من أي منظمة أخرى موجودة في المملكة العربية السعودية، وبالتالي نريد أن نتحدث باسم الشباب، نريد أن نكون صوت الشباب، نريد أن نمد أيدي الشراكات إليهم
ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يستمر هذا العمل. العمل هذا ليس جديدا، ولكن هو استمرار وانعكاس للرؤية للتحول الإيجابي الذي يحدث في بلدنا لكثير من التحولات النوعية التي تعنى بكثير من المواضيع، ومن ضمنها ما يتعلق بقضايا الشباب وكل ما يتعلق بالقضايا التنموية التي يشكل الشباب كما أسلفت أهم أركانها، كونهم يشكلون أكثر من 60% من السكان في المملكة العربية السعودية. جميل. أستاذ محمد، الشكر الجزيل لكم على مجهوداتكم وعلى هذه المبادرة وعلى المشاركة كذلك معنا اليوم، يعطيك العافية وشكرا جزيلا. مشاهدين، العنوان الثالث معنا لهذا اليوم هو عن استراتيجية متكاملة لتطوير منظومة الحج والعمرة، وذلك ضمن رؤية 2030. ومعي للتعليق على هذا العنوان الدكتور تركي حبيب الله، وكيل معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج. حياك الله دكتور. الله حيك، حياك الله، أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا دكتور تركي. نتكلم اليوم عن هذه الاستراتيجية المتكاملة لتطوير الحج والعمرة، وهي طبعا ضمن رؤية 2030، لو تطلعنا على تفاصيلها. نعم، انطلقت الحمد خلال الأسابيع الماضية البرنامج خدمة ضيوف الرحمن، وهذا البرنامج يعني ضمن خطة المملكة العربية السعودية 2030. طبعا الاستراتيجية هذه يعني انصبت في عدة محاور، كيف عملية تطوير الأسس والبنية التحتية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة. ايضا كذلك هناك استراتيجيه في تطوير الخدمه المقدمه للحاج والمعتمر والزائر. هناك العديد من البرامج التي عملت خلال الاسابيع الماضيه وما زالت الان بالتعاون مع عده وزارات. طبعا وزاره الحج اولها هي التي يعني تعنى في المملكه العربيه السعوديه بخدمه الحجاج والمعتمرين بما فيها من مسات الطوافة وغيره. الاستراتيجية ركزت على عدة محاور، من ضمنها المحاور السكن في مكة المكرمة ومعية السكن في مكة المكرمة والجودة المقدمة في السكن، أيضا كذلك السكن في المشاعر، السكن في المدينة المنورة. ما هي آليات إراحة الحاج أو المعتمر عند وصوله لمكة المكرمة؟ ما هي الخدمة المقدمة في السكن؟ ايضا كذلك تطرقت الاستراتيجيه لعده محاور في الطرق وكيفيه يعني اتاحه الفرصه لعدد كبير من السيارات والدخول لبعض الاماكن في جميل. وسط البلد وغيره في يعني اثناء الذروه وغيره. جميل دكتور. نعم. تركي، يعني اسمح لي أسألك عن الجهات المشاركة لتحقيق هذا النوع من الاستراتيجيات، ونحن نعرف بأن الحج والعمرة هي حقيقة تحتاج إلى دور متكامل بين جميع الجهات ذات العلاقة، ولأنا متأكد بأن أصلا كل الجهات ذات علاقة، سواء من الجهات الأمنية أو حتى الجهات اللوجستية أو حتى إذا ما تكلمنا عن الجهات الخدمية بشكل عام. فتعليقك على هذه النقطة، الجهات المشاركة كيف كان تعاملهم معكم؟ كيف كان تواصلكم معهم؟ نعم، شاركت عديد من الجهات الحكومية والخاصة والقطاع الثالث كذلك. كان تعامل جيد صراحة، يعني كانت في يعني في حماس كبير في الوصول استراتيجية مناسبة لتقديم الخدمة. أيضا يعني كان هناك يعني التطرق الكثير من المحاور التي يعني الذي يميز هذا التجمع الكبير هو يعني عدة آراء، حصول عدة آراء، فكل جهة عندها رأي، كل جهة عندها يعني الطريقة في أداء الخدمة وهذا، وبالتالي اجتمعت كل الآراء هذه وكل هذا في مكان واحد على طاولة واحدة. طبعا قسمت لعدة غرف للتشاور ويعني واتخاذ وإجراء بعض المبادرات، يعني سميت مبادرات الآن مبادرات خدمة ضيوف الرحمن، نتجت عنها كثير من مبادراتها، لكن يعني كان في تفاعل قوي. جميل. كثير يعني من 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 القطاع الحكومي، من القطاع الخاص، القطاع الثالث، اقصد رجال اعمال، رجال اعمال شاركونا لله الحمد في يعني في الـ في الـ في الورش. طبعا النقطه المحوريه في التجمع الكبير هذا هو انتقال من الطريقه التقليديه في خدمه ضيوف الرحمن الى الطريقه التي تتماشى مع رؤيه المملكه 2030. جميل دكتور تركي، اذا ما سالتك عن ابرز المبادرات او ابرز ما وصلتوا له في اجتماعاتكم وفي ورش العمل اللي انتم كنتم متواجدين فيها. نعم، من ضمن المبادرات إنشاء مركز لمؤشرات الحج.
أيضا كذلك التطور أداء دور السكن في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، المبادرات يعني استكمال الخطوط الإشعاعية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، استكمال القطار، هذه واحدة من المبادرات. كانت هناك مبادرات مختصة في يعني في يعني في الخيام، كذلك في التكييف. جميل. في المخيمات هناك مبادرات في الاستراتيجية، استراتيجية الجهات، يعني كيف تطوير الجهات، هذه من ضمن يعني أفضل المبادرات التي خرجنا بها. كانت هناك مبادرات أيضا كذلك في المدينة المنورة، في استقبال الزوار في المدينة المنورة، تسكينهم، إتاحة الفرصة لهم للسياحة، يعني نقول في المدينة المنورة يعني لزيارة بعض الأماكن المقدسة التاريخية. جميل. هذه يعني هذه المبادرات يعني مجملة، هذه المبادرات التي برزت، لكن كان يعني أكثر المبادرات يعني استحساس عند الناس إنشاء مركز لمؤشرات الحج والعمرة والزيارة. جميل دكتور تركي، أنا أشكرك الشكر الجزيل على مشاركتك معي اليوم، ويعطيكم العافية وبارك الله في جهودكم، وشكرا جزيلا. مشاهدينا، العنوان الأخير معنا لهذا اليوم بحروف الكتاب ومهارات الفنانين، تواصل حكاية مسك رحلتها الملهمة. مشاهد ثم نعود. تتذكرون هذا الشخص اللي كلنا رسمناه وحركناه؟ هالمرة نبي نحركه. لا تحركني وتسوي لي شي يا أخوي، أنا بأحكي بنفسي. أبي أدعيكم لحكاية مسك 2، تعالوا كلكم وعبروا عن أنفسكم من خلال الكتابة والرسم والأنيميشن والإنتاج الفني. حكاية مسك 2 الرياض من 22 إلى 28 ذي القعدة، مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات. مشاهدينا الأعزاء، من مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات يسرني أن أرحب بزميلي مراسلنا خليل الجبيري. خليل حياك الله. هلا عزام، مرحبا فيك. يا أهلا وسهلا. لو تعطينا المستجدات عندك اليوم، أول يوم عاد. نعم عزام، نحن متواجدون في معرض الرياض الدولي، هذا المكان الذي يحتوي هذه الفعالية حكاية مسك 2 التي تأتي في نسختها الثانية في العاصمة الرياض، بعد أن كانت في مدينة تبوك مدينة الورود قبل أن تأتي الرياض العاصمة. عزام، لعل حكاية مسك تنطلق في 4 محاور رئيسية، هي الكتابة والرسم والإنتاج والإنيميشن، وهذه الفعالية يعني موجهة بشكل كبير لجميع فئات المجتمع للحضور في هذه الفعالية. انطلقت الفعالية هذا اليوم لأول يوم، وستستمر بإذن الله لمدة 7 أيام يا عزام، ولعل الإقبال حتى الآن لم يكن كثيف، ولكنه العدد جميل لزوار حكاية مسك. عزام، للحديث أكثر عن هذه الفعالية وما تضمه، يسر أن يكون معي المهندس عبد الله الخيال. والمهندس عبد الله هو مسؤول عن مركز البرامج والمبادرات في مؤسسة مسك. جميل. بداية عبد الله، نرحب بك معنا في القناة الإخبارية وبرنامج استوديو الإخبارية. أهلا وسهلا، حياكم الله، وأهلا وسهلا بالقناة الإخبارية. عبد الله، بداية حدثنا عن جديدكم لهذه السنة في حكاية مسك 2 التي تنطلق في العاصمة الرياض. طبعا بالإضافة للتميز حكاية مسك سابقا، في هذا العام هناك يعني في إضافات جدا مميزة. من الإضافات اللي حرصنا أنه تكون دائما للشباب، اللي هو البرامج الاستباقية، ورش العمل الاستباقية. حرصنا السنة هذه أن المدربين الذي سيقومون بعمل ورش العمل للشباب يحصلون على تدريب مكثف من خلال شركات عالمية، من عندنا من أمريكا نيويورك فيلم أكاديمي، وعندنا من اليابان كالتشر فاكتوري. أيضا من الإضافات الجديدة في هذه السنة خلفك أستاذ خليل، اللي هو مصنع حكاية. مصر، احنا دائما حاولنا المرة هذه أنه جميع المخرجات المختلفة من الأقسام الأربعة اللي موجودة عندنا في حكاية مسك، اللي هو محترف الكتابة، ساحات الرسم، ومعمل الانيميشن، واستوديو الإنتاج، تجمع هذه المخرجات بشكل في تقنية عالية، تعرض مباشرة أمام الزوار. نتمنى إن شاء الله أنها تحوز على رضاهم. أيضا يوجد لدينا حكايتك،
حكايتك عبارة عن منصة. في هذه المنصة يقوم شباب سعودي بعرض تقنيات جدا عالية ومتطورة في المجالات الإبداعية الأربعة. هذه الأشياء من الأشياء الإضافات اللي في حكاية مسك 2. طيب عبد الله، حكاية المرابطين، ما الجديد لديهم السنة هذه؟ طبعا حكاية المرابطين، طبعا مرابطين الفئة هذه الغالية على قلب كل مواطن سعودي، إن شاء الله ندعوهم دائما، ندعو لهم بالنصر والتمكين. يشاركون في مسرح مسك على منصة حكاية المرابطين، يشاركون بقصصهم البطولية، تضحياتهم في سبيل الوطن. السنة هذه حيكون معنا في حكاية المرابطين معالي الدكتور عواد العواد وزير الإعلام، أيضا حيكون موجود معنا الكابتن ياسر القحطاني والكابتن محمد السهلاوي، قاموا بزيارة للحكاية. طبعا يبدو ان فيه خلل فني حصل اثناء تغطيه مراسلنا خليل جبيري للحدث الجميل حكايه مسك 2، الحدث اللي حقيقه كلنا ننتظره ونتحمس ان نشوفه ونكون من ضمن الحكايه الجميله لحكايه مسك. مشاهدينا طبعا الان الى القضيه مشاهدينا الاعزاء، بحكم انه اخبار البلد انتهت نروح للقضيه نشوف ايش عندنا اليوم. قضيتنا قضيه مهمه تهم افراد المجتمع كافه. تحدثنا كثيرا مشاهدينا الاعزاء في استديو الاخباريه حقيقه عن الشهادات الوهميه ومسلسلات الشهادات الوهميه التي لا تنتهي حقيقه. نتكلم عن هذه الشهادات التي تؤذي المجتمع، تؤذي الاسر، تؤذي كل افراد المجتمع بلا اي مبالغه. نحن نتكلم عن شهادات لمهندسين، شهادات صحيه مزوره، نتكلم عن شهادات اكاديميه مزوره. والمشكله العظيمه هنا بانه هذه الشهادات هي لا تستخدم فقط لوضعها على الحائط، بل تستخدم لاخذ وظيفه الغير أحق فيها لأنه لا يملك شهادة مزورة بل شهادة حقيقية. اليوم نتكلم عن هذه الشهادات الوهمية وقضية تجددها المستمر وعدم انتهائها بعد التقرير. مع بالغ الأسف انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الشهادات الوهمية في مجتمعنا نتيجة لتقديس الألقاب، إلى جانب غياب العقوبات الرادعة والكفيلة بالحد من انتشار هذا النوع من الشهادات التي أصدرت جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف السعودية، خصوصاً أن ممن يحملون الشهادات الوهمية يتقلدون مناصباً قيادية لا يستحقونها في القطاع الحكومي أو الخاص كالتعليم والرياضة والإعلام. حتى القطاع الصحي لم يسلم من حاملي الشهادات الوهمية، ولعل من أسباب انتشار تلك الظاهرة في المجتمع السعودي هو تساهل الطلاب والطالبات وأيضا وجود حسابات في مواقع التواصل الاجتماعي لبيع تلك الشهادات. كما ذكر البعض أن هناك جامعات في الخارج تصدر ما يقارب 6000 شهادة وهمية بدرجة الدكتوراه و3000 شهادة وهمية بدرجة الماجستير والبكالوريوس. وفي الجانب الآخر اكتشفت هيئة المهندسين السعوديين نحو 2000 شهادة هندسية مزورة. ويعد الحصول على شهادة وهمية هو جريمة لا تقل خطورة عن الجرائم الأخرى كالسرقة والتدليس وخداع المجتمع، ويستحق مقترفها العقوبة. بدر المشعل للاستديو الإخبارية الرياض. مشاهدينا الاعزاء طبعا للترحيب اكيد انه احنا لابد ان نرحب بالدكتور وافق الرويلي. دكتور انت بدايه طبعا تحت الهواء، انا اعتذر احنا زعلناك او شيء، ولكن بعض الاحيان قد يكون في خطا معين حقيقه غير يعني احنا تاكد انه احنا مو قاصدينها. طبعا دكتور بدايه احنا نتكلم اليوم عن الشهادات الوهميه. الشهادات الوهميه مسلسلها يتجدد كل يوم وكل فتره بصراحه. نشوفها بعض الأحيان على ما قالوا بالعامية تركد الأمور وتركد المياه، لكن بعدين نرجع مرة ثانية ونكتشف بأنه في مهندسين يتم إلقاء القبض عليهم معهم شهادات وهمية أو حتى مزورة. أنا أبي أسألك سؤال مهم جدا يا دكتور، ليش هذا المسلسل يتكرر بين فترة والثانية؟ هل هو لغياب التفتيش ثم يطلع التفتيش مرة ثانية ويكتشفون بأنه لا زالوا موجودين، ولا لأنه أساسا الحملات التفتيشية مش حملات قوية متمكن منها؟ وش رأيك أنت؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لي قضية أنها تعود مرات ومرات هذه مجرد أخبار في الواقع، هي الأخبار التي تنقل هذا، تقول والله تبرز أشياء وتخفي أشياء، وأيضا يتحكم فيها الجهات التي تخرج هذه الأخبار. يعني مثلا المهندسين يطلعون خبر والله مسكنا كذا مهندس، هنا تبدأ والصحية يقولون طلعنا كذا مسكنا كذا طبيب مزور. هذا كل شيء يتحكم فيها الإعلام يعني في هذه القضايا. أحيانا يظهر خبر كلها ردود أفعال لما يحدث في تلك الجهات. على كل حال الجهات الرقابية خاصة الهيئة الصحية والمهندسين والمحاسبين، يمكن ما عندنا غير ثلاث هيئات أساسية هي التي تعني بحماية حدودها عن المتطفلين، سواء وهميين ولا مزورين ولا غيرهم، وهذا يمكن هي يحسب لهم فقط لا غيرهم. في كثير من المهن والحرف والأشياء هذه ليست لها هيئات تحمي حدودها، خلنا نسميه. الآن كثير منا ما شاء الله الإعلام يتطفلون عليه غير الإعلاميين، والتربية تتطفل عليه، والإرشاد الأسري، وهات وعد من هذه الأشياء. هذا يمكن أنه تفسيري له الظاهرة أنه والله تظهر وتطلع على فترات هي يتحكم فيها من يطلع الخبر. جميل. وطبعا يسرنا نرحب كذلك بالدكتور سعد الشهيب، عضو، او خلينا نرحب فيك باستشاري ومهتم بالشان الصحي افضل. حياك الله دكتور. دكتور سعد تسمعني؟ حياك الله. السلام. طيب يبدو انه في. حياك الله دكتور، يا هلا وسهلا. تسمع؟ ايوه انا الدكتور سعد الشهيب معك، تسمعني؟ حياك الله، يا هلا وسهلا دكتور. اهلا حياك الله. يا اهلا وسهلا دكتور سعد. نتكلم اليوم عن الشهادات الوهمية، ونتكلم عن تجدد هذا المسلسلات اللي ما تنتهي ولا راح تنقطع. نقطة مهمة دكتور سعد ودي اسالك عنها فيما يتعلق بالشهادات الوهمية، خاصة في التخصصات الصحية. دائما ما نسمع بانه وافد خرج من البلاد مع شهادة وهمية، واكتشفوا بعد خروجه بأنه مع شهادة وهمية. البعض كذلك يتم الاكتشاف ومغادرة البلاد، البعض لا يتم اكتشافه إلا بعد 30 سنة و 25 سنة يا دكتور، فتعليقك على هذا المسلسل الذي لا ينتهي. طيب الحقيقة مهم جدا احنا نضع الأمور في نصابها. في فرق كبير جدا بين شهادة مزورة أو من جامعة أو مؤسسة غير معترف فيها، أو شهادة لا يمكن التحقق منها. يعني أحيانا الخبر يجي أن فلان عنده شهادة يعني مزورة، ولكن هي في الحقيقة لا يمكن التحقق منها، أو أنها يعني لا يعترف فيها، لأنه حقيقة عندنا في السعودية عندنا مقاييس، وعندنا في وزارة التعليم العالي وفي وزارة التعليم عفوا وفي الهيئة السعودية شهادات معينة معترف فيها وشهادات غير معترف فيها. ولكن طبعا في هناك آليات معينة نستطيع نحن في القطاع الصحي التحقق من شهادات أي وافد أو حتى ممارسين الصحيين السعوديين. إذا تحبنا أنا يعني نتكلم في الطرق اللي يتم فيها التحقق من الشهادات هذه. تفضل. والحقيقة أنا من خبرتي يعني أنا الاستشاري الآن لي تقريبا من عام 90 وإحنا اليوم 2017 ما شاء الله، ترى يعني قليل جدا مر علي في المؤسسات اللي اشتغلت فيها ناس معهم شهادات مزورة. يعني هي نعتبرها شيء نادر، لكن أحيانا قد يمر عليك ناس يعني شهاداتهم لا ترقى إلى المستوى المطلوب. يعني مثلا قد يعين استشاري في مؤسسة وهو لا يستحق هذه المرتبة، أو يعين أخصائي في هذه المؤسسة وهو لا يستحق هذه المرتبة. جيد دكتور موافق. في لخبطة فيما يتعلق بمزورة وهمية وغير معترف فيها ولا لا؟ أكيد. هذه المفترق ولا قاطع كلامك، بس كيف نفرق بين الشهادة المزورة الوهمية والغير معترف فيها؟ هذه المصطلحات الناس يتحدثون فيها وعلى ما قلت أنت يمكن أنهم يصير نوع من الخلط. الاعتراف هو للجهة السيادية. يعني المملكة العربية السعودية تعترف بشهادة سعودي جايبها من الخارج
أوكي جميل. واضح جميل. هذا إيه؟ اللبناني مصري تعترف بشهادته بلده جيد، يعني انه والله اللبناني درس في 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 امريكا مثلا ويعادل شهادته لبنان، وممكن تستخدم السعوديه ما السعوديه لا لها الحق ان تعادل شهاده الاجنبي. هذا واحد. يجي عندنا الشهادات الوهميه، هذه الشهادات هي شهادات حقيقيه صادره من مؤسسات غير حقيقيه، هنا الفرق. هي عباره عن مكاتب دكاكين سمها ما شئت موجودة. هذا الوهمي يعني لا في جهة لا لا ليس دراسة. لا يوجد جامعة حقيقية تمنح هذه الدرجة. وهذه هي المصيبة اللي عندنا بالمجتمع. يعني لما نجي للمصطلحات أخرى مثل معتمدة، جامعة معتمدة، هذا الاعتماد أيضا سيادي للدولة التي تقع فيها تلك الجامعة. فعندنا هالإشكالية خلط المصطلحات. عندنا في المملكة شيء اسمه معادلة الشهادات. معادلة الشهادات هذه فقط للسعوديين، فقط للسعوديين من وزارة التعليم. وزارة التعليم تعادل شهادة السعوديين. والسعودي تخرج من الخارج تعادل شهادته جميل. حسب أصول معينة تستخدمها وأدوات تستخدمها. فيقولون والله فلان شهادة نعادل هذه الشهادة ولا نعادلها لأنها لا تنطق عليها الشروط اللي إحنا نشترطها. وهذه يمكن أنها هي في الواقع تعتني بالسعوديين. لكن لما نجي للقطاع الصحي والهندسي هم يجي يستقطبون، نستقطب من الخارج. لما نستقطب من الخارج عندنا مشكلة في التدقيق هذه الأمور. لما ظهر عندنا قبل الخبر اللي قبل كم يوم كم طبيب في الواقع، لن نحل هذه المشكلة مهما عملنا إلا أن يجرم من يستقدمهم، من اللي يجيبهم. هذا الشخص، هذا المستشفى، هذا المؤسسة الهندسية الكبيرة، هذه الجهات هي التي تكون مسؤولة. لما والله احنا جبنا الأطباء هذول واكتشفنا أنهم مزورين وعطيناهم ودعناهم ما شاء الله السجن وقلنا للنائب العام تحقق معاهم إلى آخر المسلسل، ويجلسون يمكن يحكم عليهم سنة سنتين، نوكلهم وشربهم وإلى آخره. مفروض يسجل معاهم اللي جابهم بالنسبة لي أنا، حتى أن نقضي عليها تماما. فالمشكلة في إن ما وصلنا لهذا المستوى، إن والله هذول أخي أنا والله ما عرفت ما دريت ما إلى آخره، ويتملصون من هنا ومن هنا. هم المسؤولين، هنا المسؤولية، تحديد المسؤولية. فيه نقطة مهمة، أكثر الجهات اللي يتم إلقاء قبض يعني على أشخاص مزورين أو معهم شهادات وهمية يقولها بالحرف الواحد، يقول والله أنا كيف أعرف؟ كيف أعرف إنه هذا الشخص على شهادة؟ معقولة مؤسسة صحية كبيرة لا تستطيع معرفة؟ وإذا ما تعرف استشير يا أخوي، ما أحد يمنعك أنك تتصل على وزارة التعليم ويقول والله هذا والمحقق التعليمي ولا غيره وإلى آخره. وش رأيكم في هذا؟ أيضا في هناك جهات، بالجهات اللي تستخدم منها جهات سيادية تقدر تروح لها وتحقق من الشهادة. فالمسألة إن هذا التملص عندنا ما شاء الله كثير ونقبله ونمشي. لكن لو يوقف بس واحد من صاحب مؤسسة أو شركة كبيرة مسؤولة عن أو حصل عندها حالة واحدة، لو يوقف كفوا الناس عن هذا كله. لكن يبدو لي أن ما حد إلى الآن ما حد عملها. هم يمسكون المسكين هذا اللي يبحث عن العمل، يبحث عن الرزق، يبي يأكل أي شيء، يغش، يمكن يغش حتى أنه، ويمكن أنه طبيب رسب له 10 سنين في الكلية وإلى آخره، ودبر أموره يمكن أحسن من واحد الله أعلم. على كل حال، نزائل هيئة التخصصات الطبية حاضريني في تويتر، وهذا من أبدع ما يمكن. أنا أبجي هذه النقطة بنتكلم عنها بإسهاب. بس دكتور سعد، اسمح لي أسألك سؤال مهم جدا أنت ذكرته وبودي صراحة أنه نركز عليه. كيف يتم التحقق ومعرفة بأنه هذا الشخص، خاصة في مسألة التخصصات الطبية والصحية بحكم التخصص ما شاء الله، يعني عندك 27 سنة في هذا المجال ما شاء الله، كيف يتم التحقق؟ ما هي المعايير اللي تتحققون من خلالها إذا كان الشخص لديه سم؟ ممتاز هذا السؤال حقيقي. في معايير متبعة في أكثر المؤسسات الصحية مثل مستشفى التخصصي، مستشفى الحرس الوطني والجامعات. أنا أقول لك كيف يتم. أول شيء في لجان في المستشفيات نسميها نحن Accreditation Committee، أو هي لجنة تنظر في مؤهلات هذا الشخص، هل هو صالح للعمل. أيضا هناك لجان في المستشفيات، ويجب أن تعمم هذه الحقيقة على القطاع الخاص سواء كان صغير أو كبير، تنظر في
ما هي الأشياء اللي يجب أن يعملها هذا الطبيب ويسمح له بعملها. مثلا أنا أعطيك مثال، يجي دكتور يقول لك أنا ممكن أعمل مناظير، طيب أثبت لي، أعطيني سجلك في المناظير، كم واحد عملت، من يشهد لك أنك عملت هالمناظير حتى لو مع شهادة. أيضا الحقيقة التواصل بين القطاعات الصحية المختلفة مرة مهم جدا، علشان مثلا أنا الآن في مؤسسة وجاني طبيب أو ممارس صحي، لما نتصل الحقيقة بالمؤسسة الأخرى حتى لو خارج السعودية ممكن تعطيني يعني عن السيرة الذاتية عن هذا الشخص وكيف كان أداؤه. والآن التواصل ترى صار سهل بالإيميل، لأي مؤسسة صحية في العالم ممكن توصل لها. أيضا إحنا الحقيقة نتبع في كثير المؤسسات بالذات في الجامعة، ولما كنت مسؤول في الحرس الوطني، إنه خطابات توصية لكل ممارس صحي يأتي يقدم علينا لأول مرة، وحبذا يعني كمان هذا نتأكد نحن من 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 هذه التوصية. الأهم من هذا كله الحقيقة الجهد الكبير اللي قامت فيه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. الآن عندها أي ممارس صحي في المملكة العربية السعودية لا يمكن الآن أن يعطى شهادة إلا بعد التأكد من شهاداته أنها صحيحة. وهذا هذا الآن مصطلح في 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 الهيئة اسمه داتا فلو. داتا فلو حتى لو كان الطبيب، يعني أنا شخصيا الآن لي أمارس الطب أكثر من 20 سنة، ومع ذلك عندما جيت أجدد ترخيصي طلبت مني الهيئة إرسال كل أوراقي وتم التأكد من شهاداتي إنها صحيحة وأنها صادرة من الولايات المتحدة وأنها صادرة من كندا. وهذا الحقيقة جهد ممتاز جدا قامت فيه الهيئة وتشكر عليه. فأنا أقول إنه نحن لو في المؤسسات الصحية وبالذات القطاع الخاص لو فعلت هذه النظام اللجان اللي ذكرتها وتجعلها وزارة الصحة جزء من الاعتراف وجزء من ترخيص المستشفى، وجود هذه اللجان أعتقد أنها ستحد كبير جدا جدا من هذه الظاهرة. أنا الحقيقة كممارس صحي وأنا أيضا كشخص اشتغلت في الإدارة، لما تأتيني أوراق يعني أكون بصراحة يعني أحيانا الأوراق ترى يصعب كشف أنها مزورة، ترى ما هو بالسهولة يعني. لكن اللي عنده خبرة يعرف أنه بعض البلاد يكثر فيها التزوير، يتأكد من الشهادات. لذلك أنا ما أقول لك يعني صعب أنك تقول والله اللي جاب هذا الشخص يسجن، لأنك الشخص المستقدم هو أصلا مضحوك عليه، يعني ما في أحد يتعمد، مستحيل أنه شخص يتعمد يجيب شخص بشهادة وهمية ومزورة، لكن يلام أنه لم يتخذ الإجراءات النظامية المطلوبة والخطوات اللي متبعة في كل المستشفيات العالمية. يعني أنا أقول إذا أردنا أن نحد من هذه الظاهرة لابد أن يركز على الجودة وعلى اللجان وعلى عدم الاستعجال في التوظيف. يعني بمعنى آخر أن التوظيف أي مؤسسة صحية لا يكون من صلاحية مدير المستشفى لوحده، لابد يمر على لجان معينة. جيد. والحمد لله أنا أقول لك الحقيقة الهيئة السعودية للتخصصات الصحية ساعدتنا كثير جدا جدا في هذا الموضوع. يعني كان سابقا يصعب علي جدا التأكد من شهاداتها، اليوم ما يسمى الآن بالداتا فلو يعني ريحنا كثير جدا جدا. حتى يا أخي الممارسين الصحيين السعوديين واللي مبتعثين من الجامعات لابد من التأكد من شهاداتهم. جميل. دكتور موافق أنت وش تعليقك؟ أنا سبقا قلت يمكن أن الهيئات هذه هي الفاعلة في المجتمع، لكن ما هي ليست الوحيدة. أن نستقدم عمالة ونستقدم غير المهندسين، نستقدم ما شاء الله محللين اقتصاديين، نستقدم أشكال ألوان من 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 البشر. أنا أقول وأكرر يجب أن يكون عندنا مثل الهيئة هيئات، هي هيئة واحدة، هيئة لكل مهنة تقنن هذا من هو اللي يدخل هذه المهنة أو لا يدخلها. أيضا ممكن أنها تكون لها أثر على الجامعات أنها ولا تحسن من منتجاتها كما هو الآن في العلوم الصحية والصحة عموما. أنا أعتقد أن الدور دور الهيئة كبير
ويمكن انها 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 من افضل الاداءات. يمكن انا ذكرت ثلاثه: هيئه المهندسين، المحاسبين، المهندسين والمحاسبين والصحيين، والباقي المهن الى الان في الانتظار. يمكن انه انا اتمنى ان يكون هناك عندنا كل هيئات، كل 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 مهنه لها هيئه. كيف تشوف اداء الهيئات دكتور موافق؟ الثلاثه اللي انت ذكرتها كيف تشوف اداءها؟ المشكله اللي انا بالنسبه لي هنا اداءها جيد، لكن يمكن الآن المهندسين والأطباء وغيرهم إنهم ربطوها في الأنظمة الداخلية، في تجديد الإقامات وما إلى ذلك، وأعتقد أنها شيء جميل. لكن إنه اللي أنا أشوفه إنه الإجراءات ما بعد الكشف، وش اللي يصير؟ وإذا كشفوا واحد وش اللي يصير؟ ممكن يهرب وهم ما وصلوا، ما حد دري عنه. ممكن إنه 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 يرتكب بلاوي، ويمكن إنه لا تحاسب هذه المؤسسات اللي جابته. يمكن ان انني انا متحيز كثير ضدهم، لكن انا ارى انه يكون يجب ان يكون عندنا قوانين وانظمه تقضي على هذه الظاهره، سواء في ليس الاعمال والمهن والاشياء ليست فقط مهندسين واطباء ومحاسبين. البلد فيها مجتمع كبير، في واحد مستشار اسري يا اخي، وش اللي هذا اخطر من مهندس؟ هذا يهدم عائله، يهدم اسره، ولا 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 داعيه، ولا ولا اختر بس ما تشاء. انه يكون هناك ما شاء الله يفتي في امر يمكن انه لا يرقى الى هذا المستوى، ولا ما شاء الله معالج نفسه نفسي. ما شاء الله كثرهم، ما شاء الله هذول عاده حدث ولا حرج في هالمجتمع، ويمكن انهم يدخلون حتى في التطبيب وما شاء الله ويتوون ويحجمون والى اخره. جميل دكتور سعد، يعني أنا بودي حتى أسألك نفس السؤال اللي توقف فيه الدكتور موافق، وهو أنه يعني إحنا نحتاج إلى حلول حقيقة. الهيئات اللي الآن تقوم بدورها تقوم بدور جيد نشكرهم عليه، ولكن نحتاج إلى حلول مش بس في التخصصات الصحية، لا إحنا نتكلم ولا حتى الهندسية، نتكلم عن جميع المهن مثل ما ذكر، يعني مثل ما ذكر الدكتور موافق. وأحد حلول الدكتور بأنه يكون هناك هيئات تابعة لكل مهنة، أو على الأقل مجموعة من الأعمال أو المهن. أنت وش تعليقك يا دكتور؟ أنا أيد هذه الخطوة، أن يكون في كل مهنة هيئات أو نقابات تنظم الممارسة في هذا المجال. وأفضل أنه أيضا يعني قبل ما تجي الناس إلى داخل السعودية أن يكون هناك اختبارات، يعمل اختبار بعدين يقدم علينا. يعني الآن اللي حاصل في الطب مثلا أنه بعض الممارسين الصحيين يجي بعدين يسوي اختبار الهيئة السعودية، لا ليش أسمح له؟ أنا أفضل أنه يسوي الاختبار في بلده. ومثل ما يعني مثل مثلا في امريكا ما تقدر تدخل مجال الطب لين تعدي اليو اس ام ال اي، او مثلا كندا في اختبار اسمه كنديان ايفالويتنج اكزام، ان الشخص الممارس الصحي سواء كان طبيب، سواء كان ممرض، سواء كان معالج يعني طبيعي، اي مهنه اي ممارس صحي، انه يؤدي الامتحان خارج السعوديه، يقدم اوراقه، يتم التحقق من الشهادات عن طريق الهيئة السعودية، وبعدين يجي السعودية. والحقيقة في ناس كثيرين يرغبوا العمل في السعودية، كثير جدا يعني، لأنه المجال الصحي عندنا خصب وممتاز، والممارسة الصحية فيه يعني متشجع على 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 يعني الانضمام للمؤسسة الصحية الموجودة. جميل، أنا أشكرك دكتور سعد. أنا شخصيا في المؤسسة اللي أعمل فيها تمر علي أوراق كثيرة جدا، الناس عندهم رغبة في العمل عندنا. جميل، أنا أشكرك دكتور سعد الشكر الجزيل، ويعطيك العافية على المشاركة معنا اليوم، شكرا جزيلا. دكتور موافق قبل الختام، أحضروك ليش هيئة التخصصات الصحية إذا أنت تقول أن أدائهم جيد؟ والله سأل زهيان، أظن اسمه زهيان هو المسؤول عن العلاقات العامة، يمكن اللي غردت على أشياء ما حد يدري عنها، وعليكم اكتشافها وعلى زهيان اكتشافها. خلاص، لا علاقة في المعاهد الصحية. جميل، كان الحظر عن المعاهد الصحية، قضية المعاهد الصحية. أنا أشكرك الشكر الجزيل دكتور موافق على الحضور اليوم، يعطيك العافية، شكرا جزيلا. شكرا لك، يعطيك العافية. مشاهدينا طبعا صوت المواطن اليوم نتحدث فيه عن برنامج قيود، وهو برنامج محاسبي يعد الأول من نوعه لإدارة أعمالك، بعد التقرير. عندك مشروع وللحين ما حصلت محاسب؟ هل عندك متجر إلكتروني أو في إنستغرام وتحتاج فواتير لكل طلب؟ قيود تقدم لك حل فعال وبسيط. قيود هو برنامج محاسبي على الإنترنت الشبكة السحابية، يقوم بعمل فواتير يمكنكم مشاركتها عبر الإيميل أو على شبكات التواصل الاجتماعي مثل الواتساب وغيره.
وإذا كنت تملك محل نوفر لك نسخة كاملة لنقاط البيع. ولو كانت شركتك ناشئة، قيود تقدم لك البرنامج بشكل مجاني حتى 100 فاتورة بيع، وبعد ذلك تكون باشتراك ميسر. وإذا كبر مشروعك واحتاجت محاسب أو انضغطت بالعمل المحاسبي بفترة معينة، قيود توفر لك أفضل المحاسبين المتاحين بدوام كامل وجزئي من الجنسين رجال وسيدات. تركز قيود على دعم الشركات وأصحاب المشاريع الناشئة وتوفر لهم أفضل الحلول المحاسبية بأسرع وقت وأقل تكلفة وبجودة عمل عالية وسلسة. لتجربة قيود والحصول على تفاصيل أكثر، زوروا موقعنا قيود.com. للتعليق عن هذا البرنامج مشاهدينا الاعزاء، يسرنا ان نرحب بالاستاذ عبد الله الدايل مؤسس نظام قيود في برنامج بادر لحاضنات التقنيه. حياك الله استاذ عبد الله. السلام عليكم. هلا حياك. يا اهلا وسهلا. نتكلم عن قيود، لو تعلمنا وش قيود، وش المشروع هذا والبرنامج هذا؟ قيود هو برنامج محاسبي سهل الاستخدام للمنشآت الصغيره. المحاسبه موجوده من اول، ما جبنا شيء جديد، 1+1=2. لكن اللي الجديد في قيود ان خدمه سحابيه، يعني يقدر يدخلها بس بالموقع www.qiod.com ويستخدم البرنامج المحاسبي. والشيء الجديد انه سهل جدا، ما يحتاج انك تكون محاسب عشان تستخدمه. فقيود عبارة عن خدمة سحابية محاسبية للمنشآت الصغيرة اللي ما مو قادرين يوظفون محاسب، يعني وكأنه محاسب الكتروني. نعم، هو فعليا رائد الاعمال بس ينشئ فواتيرة، تطلع على فواتير PDF يرسلها العملاء ويتابع حالات السداد، نعطيه تقارير عليها كيف حالات السداد لكل فواتير، ويقدر يتابع سدادات عليها. وأيضا يقدر يشوف المحاسبة تصير أوتوماتيكلي أو تلقائية. فالقيود والكلام المحاسبي هذا اللي أغلب رواد الأعمال ما يعرفونه، أو قد لا يكونون يعني عندهم خلفية قوية في المحاسبة، قيود سهل لهم الموضوع، ولا يحتاج أن يكون عنده خلفية أصلا محاسبية، وبس يسوي فواتير وقيود يسوي له المحاسبة أوتوماتيك. كم له البرنامج هذا والمشروع هذا؟ إن شاء الله الحين من قرابة سنة، من كم سنة. وكيف الإقبال عليه؟ من لأنه إحنا نعرف الآن ما شاء الله رواد الأعمال ورائدات الأعمال كثر. نعم. ويحتاجون مثل هذه المشاريع، لأنه في بعضهم فعلا هو قد يكون شاطر في التجارة لكن صحيح. في المحاسبة يعني ما هو بشاطر مرة، فهو بيكون فعلا بحاجة لمثل هذه المشاريع الإلكترونية، أن يصير عندي محاسب إلكتروني بدل ما أني أنا أجيب لي محاسب وأدفع له مبلغ وقدره. ولكن كيف الإقبال عليه في السنة اللي راحت؟ الحمد لله وصلنا قبل فترة إلى تعدينا حاجز 1000 مشترك. جميل. 1000 منشأة، والحمد لله كانت يعني كان الإقبال أكثر ما متوقع الحمد لله، ولأن لامسنا أكثر من جانب. أغلب رواد الأعمال تحصلهم مهتمين بالمحاسبة لكن يستخدمون الأدوات الخطأ اللي تعبهم، أو ما يقدرون يسيطرون على الأمور المحاسبية في منشأتهم. قيود وفرنا لهم بديل للبرامج المعروفة زي الإكسل، أو اللي في لها قابلية كبيرة أن يكون فيه خطأ في الحسابات، أو مثلا ففعليا احنا سهلنا لهم ال خلينا أسهل من الإكسل، بس ينشئ فواتيرة، يختار المنتجات اللي شراها اللي باعها، أوتوماتيكلي احنا نصلح له كل القوائم المالية موجودة، قائمة الدخل، المركز المالي، الأشياء القوائم المحاسبية. وأيضا قيود هو تقريبا نقدر نختصر قيود في 4 أشياء مهمة. أول شيء قيود اللي هو البرنامج المحاسبي السهل الاستخدام. ثاني شيء سوينا على برنامج محاسبي، لأن الحين في ناس كثير مقبلين على البرامج الإلكترونية أو الـ الأعمال الإلكترونية، المشاريع الإلكترونية. فلما يصمم تطبيق أو متجر إلكتروني، صممنا على قيود غطيناه بزي طبقة البرنامج آخر يساعدهم على ربط برامجهم الإلكترونية، فتصير محاسبتهم أوتوماتيكية. ممتاز. بما أن صار عندنا الشيء هذا الحمد لله قدرنا نسوي نقاط بيع، لو عندهم محل أو معرض يقدر ينزل يحمل التطبيق قيود نقاط البيع، ويبدأ يخلي جواله يستخدم جهازه أو جواله كاشير، يطبع في بلوتوث، طابعة بلوتوث، تشبكة بلوتوث، يطبع في كاشير. والحلو في هذا كله أن كل المحاسبة أو جميع العمليات المالية تسمع محاسبياً أوتوماتيك، هو ما يشيل هم أي شيء. لو حط في محلة، في بقالته، مغسلة الملابس، عنده حلاق مثلاً أو ورشة،
قيود وهو مسافر في أي مكان في العالم يفتح قيود.com يشوف مبيعات محلة ويقدر يراقبهم ويعرف كم في موجود في الكاشير في أي وقت من الأوقات. يعني هو ما بقى عليهم للبيع والشراء بس ما بقى لتسوونها. أي نعم. سوينا الشيء الرابع اللي هو موجود إنه وفرنا لهم منصة محاسبين بحيث إنه كثير من رواد الأعمال اللي يكون لاهي أو مشغول ما يقدر يتبع الأمور المحاسبية وهو بنفسه يدخل فواتير، فوفرنا لهم محاسبين، منصة محاسبين سعوديين وسعوديات من بيوتهم ويسوون لهم زيارات يشتغلون لهم كمحاسبين بار تايم أو بدوام جزئي، يعني ممكن يشتغلون عندهم يوم أو يومين أسبوع شهر على حسب حاجة العمل وعلى حسب الخبرة اللي هو يحتاجها. أيضا خبرات من دكاترة في الجامعات يقدمون استشارات اللي لرواد الأعمال وإلى حديثي التخرج من الجامعة يساعدون رواد الأعمال في إدخال بياناتهم في إدخال فواتيرهم إدخال عملياتهم المحاسبية. جميل جميل. يعني بالعكس أنا أشوف أن مشروع يجب على الجميع حقيقة، إذا كان رائد أعمال أو رائدة أعمال وعندهم مشاريع صغيرة أو حتى كانت متوسطة أعتقد بأنه أنتم المناسبين يعني للمكان هذا. طيب أستاذ عبد الله سؤال مهم جدا، بادر وش قدموا لك؟ بادر قدموا لي شيء كثير يعني بصراحة الحمد لله ما قدرنا نوصل اللي وصلنا الحين والإنجازات اللي سويناها في قيود من دون يعني بعد الله ثم بادر مساعدتهم ودعمهم. بادر قدموا لنا كثير من الدعم الاستشاري، أعطانا استشارات كثيرة، عندهم طاقم ما شاء الله يعني ذا كفاءة عالية من المستشارين في المجالات مختلفة منها المالية والمحاسبية والتسويق وتطوير الأعمال، وأيضا يساعدونك في توصيلك للمنشآت الحكومية أو الجهات الحكومية اللي تقدر تساعد منتجك. ومنها إن شاء الله في يوم الأربعاء إن شاء الله بنعلن شيء راح يكون بإذن الله مفيد الكثير من طلاب الجامعة. جميل. في أنهم يستخدموا قيود يتدربون عليه. ممتاز ممتاز. يعني قبل لا تنتهي الحلقة ونختم معك، المستقبل يعني أنت الآن لك سنة. نعم. لو سألتك بعد 5 سنوات وش راح يكون قيود؟ وش الخطة؟ قيود إحنا قد ما نقدر نحاول نسهله. ممتاز. قد ما نقدر نحاول أن إحنا نخلي أغلب الشغل أو أغلب العمليات من يدوية إدخالات يدوية إلى أوتوماتيكية. إن شاء الله عقب كم سنة يصير رائد الأعمال ما يسوي شيء إلا الاشتراك والباقي كلها تكون أوتوماتيكية تلقائية يعني المحاسبة، لأن أغلب الترانزاكشن العمليات قاعدة تسمع في أكثر مكان في البنوك في وزارة التجارة والعمليات التجارية كلها، ف قيود قاعدين ندور أكثر من جهة نربطها بقيود بحيث نسهل على رائد الأعمال في إدخالات نوفر عليه الإدخالات اليدوية، وإن شاء الله نشوف قيود عالمية إن شاء الله بإذن الواحد الأحد ويستخدمونها ناس كثير في كل حال. نتمنى وندعو لكم بالتوفيق. الله يعطيك العافية. الله يعطيك العافية على الحضور وكذلك يعطيك العافية على قيود. الله يعطيك العافية. حياك الله. مشاهدينا وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، كنت معكم أنا عزام العبيد، دمتم بحفظ الله ورعايته، إلى اللقاء.